شاء الله بعد بكره مباراتنا مع الغرافه ان شاء الله نحرز 3 نقاط. اكيد اللاعبين كلهم جاهزين على تم الجاهزيه، ان شاء الله يا رب راح نقدم مباراه يعني تليق بسمات النادي الدحيل، لنادي الدحيل نادي كبير. اكيد لاعبين عندنا لاعبين محترفين جيدين، لاعبين كلهم جيدين، وان شاء الله يا رب نحقق الفوز. It's a big game, you know, so I think we are ready and then we keep the momentum for the last game and hopefully we get the win for the next game, inshallah.